يا معتصم، نعم يا أبي. ماذا دهاك يا بني؟ ماذا حصل؟ كبيرة. خير يا بني، ما هي تلك المصيبة؟ هل أضعت وقتا من أوقات الصلاة؟ لا. ماذا إذن؟ هل أغضبت أمك؟ لا. هل عذبت أختك تقى؟ لا. ماذا فعلت؟ هل كسرت صحنا من الصحون؟ لا. ماذا فعلت إذن يا بني؟ ماذا دهاك؟ ما هي تلك الجملة؟ ماذا قلت لها بالعامية؟ لماما، ماما حط لي أكل، أنا جوعان. ماما حط لي أكل، أنا جوعان. حتى أنا قلت لها يا أبي بدل أن أقول لها يا أمي أنا جائع من صدر، يجب أن تضعي لي بعض الطعام. ما شاء الله، لا بأس عليك يا بني، هون عليك لعله خير إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء، أسأل الله أن يثبتك يا بني، فتح الله عليك. قل بارك الله فيك. بارك الله فيك.